السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. متابعينا نوافيكم بهذه النشرية الجوية اليومية للمناطق الولايات المعنية بتساقط الأمطار يوم الخميس 11 من شهر مارس 2021. نتوقع في الفترة الصباحية اليوم الخميس أمطار على ولاية ورقلة وحاسي مسعود، ولاية تمن راست، وأيضا جنوب ولاية أدرار. إن شاء الله في الفترة المسائية اليوم الخميس أمطار غزيرة رعدية بإذن الله تعالى، ستشمل جنوب ولاية أدرار، عين صالح، بالإضافة إلى ولاية تمن راست، مرتفعات الهجار والتصيلي، وأيضا حاسي مسعود. إذن إن شاء الله غيث نافع لكل هذه المناطق الجزائرية. ما زال خير كبير أيام الجمعة والسبت 12 و13 من شهر مارس. سنوافيكم بنشريات جوية خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.